بصبح بالخير كل المشاهدين، بصبح لبنان وبصبح العالم العربي وبصبح لبنان. اليوم كله عم بيركض لأجل لبنان، بالألاف اليوم مجتمعين بالداون تاون وبكل منطقة وبكل حي من أحياء بيروت. نحن كثير مبسوطين أنه الكل عم بيركض بقلب واحد للبنان مع بعض للمرة الـ11 على التوالي. بدي أقول لهم يعطيهم ألف عافية لكل القيمين على هالنهار يلي بالفعل التلوث بخفي بمدينة بعاصمة لبنان بيروت، لأنه الكل عم بيركض، السيارات مش عم تمرق وين ما كان، ولكن في بعض مشكلة صغيرة أنه بعض الطرقات مسكرة ما عم تخلينا نروح ونجي، يعني بصعوبة لو وصلنا لمطرح ما احنا هلا شايفيننا. على كل حال نحن ما نقول للكل يعطينا الف عافيه، ان شاء الله بيركضوا بسلامه وبصير ابدا ولا مشكله صحيه. وعلى كل حال الصليب الاحمر كمان وكل الاجهزه الامنيه منتشرين بكل احياء ومناطق بيروت. صباح الركض، صباح لبنان، صباح الخير وصباح الرياضه. اليوم رح يكون نهارنا من هلا لغايه الساعه 1 10 تشرين 2 2013. ضيوفنا وفقراتنا مختلفه عن بقيه ايام الاسبوع. أنا وإياكم منذكر أنه هالشهر نحن نقول أنه خد نفس، خد نفس بكل شيء بتعمله بالحياة، خد نفس وتذكر الأيام الحلوة والذكريات الحلوة وكل شيء كان يصير معك ما فارقك أبدا بالذكريات، وبس تذكره بترجع لورا وبتقعد مع حالك وبتقول أوه رزق الله شو كان يصير بهديك الأيام. وخاصة هالصورة اللي رح نشوفها بعد شوي بعد ما صبح الشيف. صباح الخير شيف شادي، كيفك اليوم؟ كيفك أنت؟ يا ريت كل يوم في عجقة بلبنان بسبب السبب اللي موجود اليوم بلبنان. يا ريت كل يوم في ماراثونات، ويا ريت كل يوم في مهرجانات ويكون في عجقة ما في مشكلة. فكان كتير حلو تشوف العالم كله عم تركض، بيكبر قلبك ونحن كمان بيكبر قلبنا بكل المشاهدين. شاركت شي سنة يا شيخ؟ ابدا. ليه؟ مين بيطبخ؟ في مشكلة. اوكي. فأكيد بتمنى أنا بس إني أشوف حدا مبسوط فأنا كمان أكون مبسوط. ثانك يو لك. بدي أسألك سؤال. تفضل. مين بتحب أكثر، توم أو جيري؟ أنا دائما توم. مع إنه نحن بأجواء الركض. أنا دائما توم، يعني أنا دائما بحب حالي يكون محل توم. مضروب يعني؟ أكيد. ليه؟ بحب هيك أكل قتل كثير. هو بنشفق عليه لتوم. ايه عن جد بنشفق عليه لتوم، بس أنت ما بنشفق عليك شيء. أنت بتحب تكون جيري؟ لا بحب توم كمان. بحب توم لانه كل مره بياكل قتله وكل مره هو مش هو اللي ببلش بالمشكل، بتعرف ليه؟ لانه الجيري كثير بيندعس عليه، فمشكله كثير كبيره، بتلاقي انه دائما مدعوس من هالبسينات، مدعوس وبدغري بينبز. ولا مره بياكلها. مين بتحبه اكثر، توم او جيري؟ معقول هالصوره؟ معقول هالصوره؟ شو ممكن هيك ترجعكم لورا بالذكريات؟ اذا في اي برنامج تلفزيوني على الهواء وفجأة انتم عم تعملوا زابينج على التلفزيون طلع لكم توم اند جيري، انا اكيد انه رح ترجعوا تحضروا توم اند جيري. كل الاجيال وكل الاعمار من وقت ما بلش لهلا اكثر كرتونز كان محبوب على وجه الكره الارضيه. تخيلوا هالمشهد ومشاهد 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 مثله، قد ايه فكره وقد ايه اذكياء اللي عملوه، قد ايه اذكياء، قد ايه قدر ينتشر وغزا كل العالم. هلا البعض بيعتبروه انه في بعض العنف للاولاد اللي بتصيروا عم يجربوا قلدهم، بس اكيد حتى الولد الصغير بيقدر يعرف انه هذا اللي عم بصير كرتونز وما بصير بالحياه الطبيعيه. نتخيل حدا ينمعس وفجاه يرجع يصير، تخيل المنظر اللي كان يطلع فيه توم يصير مثل هيك رسور وهذا ينمعس. مين بتحبوا اكثر، توم او جيري وليش؟ هذا السؤال اللي سالتكم اياه اليوم انا على الهواء. خذوا نفس، شاركوني عبر الفيسبوك جوابكم، مين بتحبوا أكثر، توم أو جيري وليش؟ صفحة الفيسبوك عالم الصباح، أنا بانتظار كل تواصلاتكم معي وأنا رح أجاوبكم كمان طبعاً، ورح نتواصل أنا وياكم من هلأ للوحدة بتوقيت بيروت. فيكن جيبوني مش بس خلال هالشاشة، أيضاً خلال صفحة الفيسبوك، تويتر، وأيضاً الإيميل. وفيكن تحضروا كل برامج وفقرات عالم الصباح وبرامج تلفزيون مستقبل futuretvnetwork.com. خلينا نشوف بهالفيديو شو في عنا فقرات وضيوف من هلأ للوحدة بتوقيت بيروت. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، أهضم وأعنف مواقف خلال العمل بعلى يوتيوب مع جون. شو أغاني جون المفضلة بنسمعها بعى غير موجات كمان مع جون. وبخصوص الجمال مع جين، حلقة خاصة لعلاج الباريس والآي بي ال لنزع الوبر. 1 2 3 مشي وركض وهدف خيري مع هبة بماراثون بيروت. ضيوفنا بيعرفونا على بيروت ساينس كلوب، توأم متعدد المواهب بجيك توك مع جون، ورشة ملح مع الشيف شادي على بسبوسة بالخبز.
حبيت صباح الهضمني وصباح المطاردة. وأنا بدي أشكر كل يلي عم ببلشوا شاركوني، سارة، لارا، فيكتوار، فيكتوار أو فيكتوار، نوال، مالك، أمل، كوسر، علاء، برنسس أميرة، ريما صباح المطاردة، عمر مصلي، ريهام، ميرنا، ساندي، مروة، كل يلي عم بيشاركوني طبعا السؤال جواب على سؤال مين بتحبوا أكتر، توم أو جيري، وليه بتحبوا هيدا أو هيدا أكتر. أنا بانتظار كل تواصلكم معي عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح. لكل المشاهدين مكملين نحن وياكم بالبداية دايما مثل ما بتعرفوا تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبرش. يوم الأحد 10 تشرين الثاني نوفمبر، القمر بعده مرافقنا من برج هوائي برج الدلو. الجو بعده جيد للأبراج الهوائية مواليه برج الدلو، الميزان وأيضا الجوزاء. كيف رح بيكون هالنهار؟ بنبدأ مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل بعدك مكمل، الأمور جيدة جدا، ما في شيء بيوقف بدربك، بالعكس تماما، حتى زميل أو صديق اليوم رح بيساعدك. وبعتبر المولود الأنشط اليوم هو مولود شهر نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور نهارك متعب جدا، من الايام القليله الحظ، من الايام اللي بتنرفزك، من الايام اللي بتشوه صورتك. بعد على المشاكل سفر سنه، احتمال يكون عندك طاقه كتير كبيره، فانتبه وشوف كيف بدك توظفها بطريقه بناءه وما تزعجك وما تاذي مصالحك. وبعتبر المولود الاقل حظا 4 5 6 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. نهار إيجابي نسبيا لمولود برج الجوزاء، بيساعده يتقدم، بيساعده يوصل لهدف معين، بيساعده أنه يروج لفكرة ولمشروع. من الأيام اللي بتفتح قدامك، بتفتح بوجهك منفذ أو باب للصلحة، للتقدم، للنجاح. ما تأجل، ما تترك أمورك الصعبة أو المعقدة لغير نهار، تحرك فيها اليوم. والأنشط رح بيكون مولود شهر حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان مش عارف الحظ الكبير اللي ناطرك بكرة وبعد بكرة. إذا بتعرف وبالتالي إذا هيك بتتحضر من هلأ، بتشوف إنه نجاحاتك رح بتكون باهرة. حضر من اليوم، مهد من اليوم، اتصالح، ما عاد في لزوم تكون مختلف مع حدا. اليوم مولود برج السرطان المبادرة اللي بتاخدها رح تعطيك دوبل نتائج إيجابية بكرة وبعد بكرة. وبعتبر الأكثر حظا 6 7 8 9 10 12 13 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. من الأيام الصعبة بهذا الشهر الصعب، اليوم مولود برج الأسد مش على طبيعته، منه مرتاح 100%، نرفوز وعصبي ومشكلجي، ويمكن شايف حاله شوي زيادة أو بيترك انطباعات سلبية. بعد عن المشاكل خاصة مع أحبائك، احتمال اليوم سبب لحالك انفصال أو قطيعة أو جفا بشي علاقة. بيبقى الأكثر تعبا مولود شهر آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهارك اليوم ماشي، عم بيدولب، ماشي الدولاب. اليومين المقبلين في شوية معاكسات، في شوية عرائيل، في شوية عصب الدولاب. اليوم ماشي هالدولاب. الجو اليوم نشيط، بده منك تكون مبكر، بديك تكون فعال بشغلك. انتبه على كلامك، على الوقت، خلي عينك على الساعة، وانتبه على صحتك. الأقل حظا يلي معرض لمشاكل، حوادث أو توترات كبيرة 6 ل 10 أيلول سبتمبر، كونوا حذرين. منكمل مع برج الميزان. نهار كتير حلو لمواليد برج الميزان، من الايام الايجابيه، من الايام بتحمل حظ، بتحمل ربح، ميداليه، مكافاه، مثل ما قلت لك امبارح. ضروري تتحرك بقوه، ضروري تكون حاطط الهدف مزبوط قدامك مش كيف ما كان. اذا الارتجاليه ممنوعه اليوم، بهيك حظ نوعيه الوقت فيه ممتازه، ضروري تكون عارف حالك وين رايح. وبيبقى الانشط والاوفر حظا مولود شهر اكتوبر تشرين الاول. بننتقل لبرج العقرب. مثل امبارح مولود برج العقرب يمكن مهموم، يمكن مشغول قاعد بالبيت. مولود برج العقرب ضروري قصصك العائليه والشخصيه ما تنشر على راس السطح، يعني ضروري انه انت مولود برج العقرب تكون امورك شوي مخفيه، يكون في شويه برايفسي. حتى بامورك المهنيه حاول، اذا كنت منرفز ومعصب ما ضروري كل العالم تعرف شو بك. الجو اليوم بيطلب منك تطول بالك، تهتم بحالك، باحبائك، وكل شخص معقول يطلب منك مساعده، يمكن أنت تضطر تطلب مساعدة من شخص ما. بكرة وبعد بكرة بتصير الشمس عندك مشرقة 100%، لذلك طول بالك، ما ضروري تحرق خط الرجعة. بيبقى الأقل حظا 6 ل 8 نوفمبر تشرين الثاني. بننتقل لبرج القوس.
نهار جيد لمولود برج القوس نوعا ما، مطلوب منك تكون واضح بكلامك لحتى تتفادى حصول التباسات سوء تفاهم. حاول تكون واضح بكلامك، بكلماتك، بامتحاناتك. انتبه ايضا وين بتحط اغراضك لانه معقوله يضيعوا، خاصه المفاتيح، وخاصه مفاتيح السياره او اللابتوب او حتى امور اخرى. بيبقى الاكثر حظا جميع الاحوال 1 و2 كانون الاول ديسمبر. ننتقل لبرج الجدي. نهار إيجابي لمولود برج الجدي، في ثمار لجهودك، بتاخذ نتيجة، والنتيجة على الأرجح اليوم رح بتكون كتير حلوة ولصالحك، في تقدم، في نجاح، في مصاري، في أيضا مردود حلو بكيفك بيرد لك اعتبارك. وبعتبر المولود الأكثر حظا مولود 22 ل 25 كانون الأول ديسمبر. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو ما في حدا اقوى منك اليوم، عندك قرار، في قرار بذاتك انه تاخذ خطوه، تاخذ قرار، تغير توجه، مبادره تاخذها، خطوه جديده تاخذها، الجو عندك اليوم يشجع على التقدم، حان الوقت لحتى فعلا تنطلق بصفحه جديده، وما غريب انه اليوم او امبارح تكون سمعت جواب او في خبر لك. بيبقى الانشط اليوم هو مولود شهر شباط فبراير. بنكمل مع برج الحوت. تريث، مراوحة مكان، تأخير، مماطلة، عم بيزعلوك، عم بيزعجوك، ما حدا عم بيلبيك، بتحس حالك انه محبط ومش عم تقدر تتقدم. المهم تخلي الأفكار السوداء على جنب، ما تيأس، تريث وانطور. بكرة وبعد بكرة أجمل أيام الشهر، بكرة وبعد بكرة لمولود برج الحوت، وبعتبر اليوم القليل الحظ هو 21-22 شباط فبراير. نختم مع مولود اليوم. سنة كتير مهمة على صعيد الداخلي، على صعيد الشخصي، على صعيد المنزلي، على صعيد حتى حياتك المهنية ضمن المكتب. هيدي سنة معقول تسافر فيها، تشتري فيها بيت أو تستقر أو تتزوج. تشرين الثاني نوفمبر، أدار مارس، تموز، يوليو، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. بدي اتشكر أسيدة طبعا، ودي اتشكر حسين لانه هالقد بحبونا وبيتابعونا. ثانك يو للجمله الحلوه حطيتوا لي اياها. بتشكر كل يلي صبحونا، منال، مصطفى، غريس، هزار، دلال، ابراهيم، يعني بالميات عم يجاوبونا على السؤال مين بتحبوا اكثر، توم او جيري. في حدا كثير حبيت شو قال لي، قال لي شو قصدك توم اند جيري انت والشيف شادي؟ يعني اذا انتم لنقلكم، اذا لا حدد اي توم اند جيري بدك. بقى شادي عم بيقول لنا حدد اذا انا وياك توم اند جيري ولا توم اند جيري الكرتون. على كل حال سؤالي هو مين بتحبوا اكثر، توم او جيري؟ مع انه اليوم نحن يوم الركض بلبنان، خلينا نحكي عن المطارده وعن هالاثنين بضلوا يلحقوا بعضهم. بتحبوا أكتر سؤال عبر الفيسبوك جاوبوني. احنا وياكم بعد هالبريك رح منكون مع يوتيوب ومع جون.